أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من نصف ساعة سياسة، نتناول فيها ثلاثة محاور، حيث نتطرق في المحور الأول إلى وصول لوليسغارد إلى عدن، وفي المحور الثاني نتحدث عن سقطرة، وفي المحور الثالث نتحدث ميدانيا عن تواصل انتصارات الجيش في محور إب. إذن لوليسغارد يصل عدن، والفريق الحكومي يتهم جريفيث بمحاولة تثبيت الحوثيين وشرعنة وجودهم في الحديدة. ووصل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد ساعات على صدور تقرير رسمي صادر عن فريق المشاورات الحكومي يتهم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بمحاولة السعي لشرعنة الانسحاب الأحادي لميليشيا الحوثية الانقلابية في الحديدة. وفيما تأتي زيارة لوليسغارد إلى عدن للقاء أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، قال تقرير فريق المشاورات الحكومي أن جريفيث يسعى إلى الاعتراف بشرعية قوات الأمن الحوثية التي سلمت الميليشيا لها المناطق التي انسحبت منها. التقرير أوضح أنه بعد محاولة أولى فاشلة أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار قواتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي جريفيث الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن. إذن للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف ومن إسطنبول ودي عطا، المحلل السياسي والصحفي. أهلا وسهلا بك سيد وديع. أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، مرحبا بك. أهلا بك. يعني الآن هذه الزيارة في أي سياق يعني تقرأها؟ يبدو أن جريفيث عبر لوليسغارد يحاول أيضا أن يلملم شيئا من فضيحته التي كانت قد توالت بسبب يعني محاولة تمريره للخطوة الأحادية التي يعني قام بها الحوثيون، أو يريدون أن يقنعوا بها العالم، ويريد أيضا جريفيث أن يقنع بها العالم كذلك بأنها خطوة شرعية، بينما الحكومة الشرعية أكدت ولا تزال تؤكد بأن أي تحرك أحادي لا يمكن الاعتراف به ما لم يكن تحت إشراف كامل من قبل اللجنة المخولة يعني قانونيا من قبل اتفاق ستوكهولم، والتي توجب إشراك الفريق المنتدب من قبل الشرعية في تثبيت هذا أي خطوة داخل الحديدة. اليوم جريفيث يحاول أيضا بأن يستعيد ثقة الحكومة الشرعية، ولوليسغارد يعني سيقوم بهذا الدور المتوسط، كونه أكثر من مرة قد كان وعد أصلا الفريق الحكومي المشارك في هذه اللجنة يعني لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، يعني وعدهم في أكثر من مرة بأنه سيعلن عن الطرف المعرقل يعني لتثبيت الانتشار في الحديدة، لكنه لم يفعل ذلك. وأكثر من مرة يتقدم جريفيث في الوقت الضائع لكي يعني يجنب لوليسغارد الإحراج الذي يوقعه فيه الحوثيين، ولا يزال الحوثيون ايضا يواصلون هذا السيناريو الذي يثبت في كل يوم بانهم مصرين على تفسير ما اتفق عليه في ستوكهولم تفسيرا من طرف واحد ووفق قراءتهم الخاصه فقط. نعم، هل جرت اي لقاءات بين يعني رئيس لجنه اعاده الانتشار ومع اي مسؤولين من الشرعيه؟ منذ أسبوعين تقريبا كان هناك آخر لقاء كان عقد في الرياض تقريبا بحضور جريفيث، وكان لوليسغارد موجود كذلك. هناك يعني جريفيث كان يريد أن يقنع رئيس الجمهورية بشرعية التحركات التي يقوم بها الحوثيون، لكن هذا الأسلوب كان منكشفا، وكانوا يريدون أن يسبقوا الشرعية على التحركات الحوثية بينما هي شرعنة لهذا الانقلاب، وهذا ما يرفضه اليمنيون عامة وليس فقط الحكومة الشرعية أو الدبلوماسية اليمنية التي اليوم نعول عليها في أن تتصدى لهذه التحركات المشبوهة من قبل يعني جريفيث ومكتبه. اليوم جريفيث يعني يدرك تماما بأن اتفاق ستوكهولم قد ولد ميتا، وأن الحوثيون اليوم إنما يدفنوه بمثل هذه التصرفات الأحادية والتفسيرات الخاصة، لكنه يصر على أن ينتزع ولو نقطة تحسب له، مع أنه لا يوجد ما مؤشرات
تدل على أن هناك أصلا فعلا خطوات إيجابية، ولو في الجانب الإنساني الذي كان قد اتفق الجميع على تجنيبه المسار السياسي، وهو مسار إطلاق المعتقلين والمختطفين والأسرى. نعم، إذا الآن ما هو الموقف الرسمي للشرعية يعني سيد وديع عطا، سيما أنه يعني هذه الزيارة تأتي بعد اتهامات من قبل الشرعية، اتهامات ضمنية بأن المبعوث الأممي لوليسغارد يعني يسعى لتثبيت الانقلاب في الحديدة؟ الموقف الرسمي واضح بدا من رسالة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأن جريفيس لم يعد يمثل يعني وسيطا نزيها في اليمن، ولم يعد يعني شخصا يعني يعكس رغبة الأمم المتحدة في السلام في اليمن. لذلك وللأسف أيضا رد السكرتير العام للأمم المتحدة أيضا جاء مخيبا للآمال، إذ عزز أيضا ثقته في جريفيس كمبعوث دولي في اليمن. لكن الدبلوماسية اليمنية من شأنها أن تعتبره طرفا غير نزيه، وربما تعتبره في وقت لاحق غير مرحب به أو بقائه في اليمن، وبالتالي سيتحول إلى طرف وليس إلى وسيط، وسيتوجب على الأمم المتحدة استبداله، لأن هذا ما يقتضي أيضا ما يقتضي أخلاقيا الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية كممثل شرعي لليمنيين، وفي الاتجاه المقابل كذلك تتعامل كما لو كان بشرعية أيضا مع الطرف الانقلابي. نعم، يعني هذه الزيارة الآن يعني سيد وديع عطا، يعني هل تأتي في ظل أي متغير أو ضمانات بأن يكون هنالك شيء جديد، يعني سيما أنه كل التجارب وكل الزيارات السابقة لم تأتي بأي جديد، هل هنالك ضمانات مسبقة لهذه الزيارة بأنها مختلفة عن سابقتها؟ ما من ضمان لمثل هذه الزيارة أو لإيجابيتها إلا 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 أن تعود يعني قاطرة السلام في الحديدة إلى مسارها الحقيقي، وهي إعادة الانتشار وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم. اليوم جريفيس عبر لوليسغارد أيضا يريد أن يقول بأننا يمكن أن نعمل من جديد ويمكن أن نستعيد ثقتكم، لكن الميدان هو الذي من يثبت. الاختراقات الحوثية اليومية، المواجهات، الاشتباكات، الالتفافات لا تزال مستمرة عسكريا من قبل الحوثيين، ألغامهم تقتل المواطنين البسطاء، قذائفهم تنهال على المدنيين في التحيتة وحيث جنوب الحديدة، وكذلك أمس كان في مجزرة الربصة، وكل يوم يعاني سكان أطراف الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة جراء الغارات يعني جراء القصف الحوثي اليومي والتمركز الحوثي بالمدافع والمدرعات في هذه الأحياء السكنية. هناك حصار شبه تام على مدينة الحديدة وأحيائها وخنق للمواطنين المحاصرين داخلها. يعني نحن دائما نؤكد ونقول بأن الحسم ضرورة إنسانية في الحديدة، لأنه سيخلص حوالي 300 ألف هم من بقي داخل مدينة الحديدة من ما يعانوه تحت سيطرة الميليشيا الحوثية التي أصبحت تبيع عليهم الخدمات بأثمان يعجز عن تأمينها حتى أبسط الفقراء. نعم، إذا سيد وديع الآن بعد يعني هذه يعني الأيام الكثيرة التي تمر على الحديدة والوضع على ما هو، ما هو مصير الحديدة يعني ومجريات المشاورات والمسرى السياسي شبه متعطل ويراوح في مكانه؟ نعم، الأمر برمته مرتبط يعني بالإرادة لدى رأس الشرعية هو الرئيس عبد الرب منصور هادي. هل يريد تخليص الحديدة ومن فيها فعلا من المعاناة التي هي مستمرة واستمرت وتضاعفت فاتورتها منذ اتفاق ستوكهولم؟ يعني عدد القتلى بقذائف الحوثي وعدد القتلى بسبب الجوع وانتشار سوء التغذية وإتلاف آلاف الأطماع من المساعدات في مخازن برنامج الأغذية العالمي ومخازن الدولية أو مخازن المنظمات الدولية في الحديدة، هذه كلها جرائم مثبتة على الحوثيين وعلى مرأى من المجتمع الدولي وعلى مرأى من التحالف كذلك. كان التحالف وكانت الشرعية على وشك أن يحسموا معركة الحديدة، وكان الحوثيين تقريبا محاصرين إلا من الجهة، يعني لم يبقى لهم إلا المنفذ الشمالي المؤدي إلى حجة ثم إلى صنعاء، وكانوا على يعني وكانت قوات الشرعية متمركزة على بعد 4 كيلومترات فقط من ميناء الحديدة. لكن نعم، التدخل من قبل جريفيث والتدخل من قبل بريطانيا وإلقاء طوق النجاة يعني للحوثيين أجل هذه المعركة للأسف لمصلحة الحوثيين عسكريا، بينما أبناء الحديدة بشكل رئيسي يدفعون الثمن. وللأسف الشرعية تتعامل بشيء من التهميش
مع أبناء الحديدة ولا تشتكهم في هذه الحلول. كل الشكر لك الصحفي والمحلل السياسي وديع عطا، متحدثا عن الزيارة الحالية لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال لوليس جارد. كل الشكر لك. إذن الآن ننتقل إلى محورنا الثاني، ونتحدث فيها عن التطورات الميدانية في إب وفي الضالع، حيث تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها في محافظة الضالع، حيث فرضت سيطرتها على منطقة شخب شمال مديرية قعطبة وسط تراجع للميليشيات الحوثية. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تتوغل في منطقتي سليم والفاخر، وتكبد ميليشيات الحوثيين الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح. للمزيد حول آخر التطورات الميدانية في الضالع ينضم معنا عبر الهاتف العميد عبد الله مزاحم، قائد محور إب. يعني سيادة العميد، أهلا وسهلا بك بداية. سيادة العميد عبد الله مزاحم، إن كنت تسمعنا. معك. أهلا وسهلا بك. يعني تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في محور إب والضالع. أخي العزيز، نشكركم على الاستضافة أولا، ومن ثم الموضوع بالنسبة لما هو حاصل في جبهة الضالع الآن. كان صباح اليوم السيطرة الكاملة على منطقة شيخب هي قرية مهمة جدا بالنسبة لحماية قعطبة وتأمين مدينة قعطبة. أيضا تم السيطرة على صباح اليوم على باب غلق، الذي بإغلاق باب غلق يعني بالسيطرة عليه تعتبر قرية هجار، والمناطق المجاورة لقرية باب غلق يعني وخاصة قرية هجار وقرية القفلة تعتبر هذه في إعداد الواقعة تحت سيطرة قواتنا يعني القوات الشرعية. ايضا الهجوم الان متجه باتجاه نحو منطقه شخب، منطقه الفاخر. الفاخر هي تعتبر مثابه التامين الكامل لمديريه قعطبه يعني باكملها، وليس للمدينه، تعتبر تامين كامل لمديريه قعطبه. الحوثيين الان في حاله انهيار وقواتنا في تقدم مستمر. كان الهجوم الناحيتين من اتجاه مريس باتجاه القفله، والهجوم باتجاه الضالع باتجاه الشخط، وتم السيطره الكامله، والان المناطق التي تحدثنا عنها سابقا مؤمنه تامين كامل، والهجوم على معركه مستمره باتجاه الفاخر ان شاء الله، وسيتم تحرير الفاخر ان شاء الله خلال الساعات القادمه. نعم، يعني اهميه هذه المناطق التي تم تحريرها سياده العميد، الاهميه العسكريه يعني الجغرافيه لها. بالنسبه لباب غلق هو يعتبر تامين لجبهه مريس من الناحيه الجنوبيه. نعم. يعني والغربي يعتبر تامين جبهه مريس تامين كامل، انه الحوثي كان ينزل جبهه مريس من اتجاه الزيله ثم يلتف الى قريه هجار ثم يدخل باب غلق ثم يوصل الى حماة وقردح. هذا يعني تعتبر تامين باب غلق تامين لجبهه مريس الغربيه. وايضا بالنسبه لجبهه قريه شخب تعتبر تأمين كامل لمدينة قعطبة، وبالنسبة يعني لدخول يعني الفاخر يعتبر تأمينا كاملا مديرية قعطبة تكملها من ناحية إب. نعم. طيب، يعني الآن ما هي المعلومات عن خسائر ميليشيا الحوثي؟ خسائر كبيرة اليوم، كان معنا غنائم كبيرة خاصة في قرية شخاب، غنائم كبيرة جدا، وخسائرهم بالارواح اكثر من الغنائم. والله يا اخي انا اقولها وانا مسؤول عن كلامي، ان 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 ميليشيا الحوثي تاكلهم الكلاب الان في 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 شعب حمر وفي شعب القفله وفي شعب الجهه الان منهم بعض الاجزاء او بعض الجهه اكلتها الكلاب، يعني لم يتبقى منها الا الراس. وجدنا من ضمن القتلى ايضا افارقه يعني صم يعني اخطاء ما تشكل على المقاتلين حقنا البيئه، يعني البيئه تولى الروائح التي جاءت من هذه هي بالعشرات بل بالمئات، وهناك يعني لدينا اسرى من الحوثيين وقيادات يعني من القاده الحوثيين اسرى لدينا. نعم.
كان هنالك دعوة للصليب الأحمر لوقف إطلاق النار حتى يتم انتشال الجثث، يعني هل تمت استجابة هذه الدعوة؟ استقبال مكالمتك حاليا. نعم سيادة العميد، على ما يبدو فقدنا الاتصال بسيادة العميد عبد الله مزاحب قائد محور إب، متحدثا عن التطورات الميدانية في محور إب والضالع، وكما استمعتم وشاهدتم بعض اللقطات لهذا التطور الميداني، وقال بأنه العملية كانت كبيرة والخسائر فادحة في طرف الميليشيا الحوثية. نعم، إذا نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل نصف ساعة سياسة، وفي محورنا الثالث نذهب إلى سقطرة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مكملين معكم حلقتنا من نصف ساعة سياسة. الآن نذهب إلى سقطرة، حيث أكد محافظ سقطرة رمزي محروس رفض السلطة المحلية أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الشرعية، وجاء تأكيد المحافظ على موقف السلطة المحلية في كلمة له بمناسبة العيد 29 للوحدة اليمنية. ولمتابعة هذا المحور وهذا الحديث ينضم معنا محافظ سقطرة السيد رمزي محروس. أهلا وسهلا بك سيد رمزي، يعني بداية يعني ما دوافع تجديد هذا الإعلان ورفض أي تشكيلات خارج تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة العسكرية الشرعية، هل من تطورات يعني على هذا الصعيد؟ مرحبا أخي، وأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بمشاهدين الكرام في قناة يمن الشباب. طبعا نعم، نحن رفضنا هذا الإجراء نظرا لوجود تشكيلات خارج أطار الدولة. نعم. في سقطرة، ونحن أعلننا أن أي مكونات أو أي تشكيلات لم تكن خاضعة للشرعية ولفخامة الرئيس الدكتور عبد الرب منصور، هذه طبعا مرفوضة من المجتمع السقطري والسلطة المحلية بجميع أطيافها. نعم. السلطة المدنية والعسكرية والأمنية، طبعا هذا كلام واضح للجميع وللعيان، ونحن ندعو جميع أبناء سقطرة وجميع الخيرين عدم الانضمام لأي مكون خارج إطار الدولة وخارج إطار الشرعية. نعم. شرعية فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هذه. نعم. يعني ابتداء يعني تحركات هذه العناصر وهذه التشكيلات، هل من تحركات جديدة استدعت هذا التأكيد من قبلكم على رفضها؟ والله هي التشكيلات لم تكن لها هي تحركات، ولكننا دائما نؤكد حتى ننبه المجتمع السقطري في جميع المناسبات وننبه المشايخ والأعيان لعدم زج بأبنائهم لمثل هذه التشكيلات، لأن الناس تعرف في سقطرة الناس يفهموا أن كل من دعا إلى تشكيل معين أنه دولة، والناس تبحث عن مصدر رزق. لذلك نحن نكرر وننبه ونعمل إعلان أننا أي تشكيلات خارج الدولة ولم تكن السلطة المحلية بجهزة الأمنية والعسكرية تعلن بها تعتبر خارج نطاق الشرعية ولم تكن فيها هي توجيه من فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي تعتبر خارج نطاق الشرعية، إذا نحن لم نتعامل معها ولم نسمح لها أن تكون في هذه المحافظة. نعم، الآن ما هو الوضع الاجتماعي في سقطرة يعني على صعيد القوى الاجتماعية وموقفها من محاولة إثارة الانقسام أو الانقسام الاجتماعي كما يحدث في الجنوب؟ طبعا المجتمع السقطري مجتمع متجانس ومجتمع واحد، ولا يمكن أن لأشخاص أو مكونات أن تفرق، ولذلك لكنهم دائما الناس نحن قلنا أن هي تبحث عن رزق، لكن لما تفهم أن أي مكون يعتر صفوة المجتمع ونسيجه الاجتماعي دائما يرفض رفضا قاطعا من جميع مكونات المجتمع، من المشايخ والأعيان ومن أبناء سقطرة ومن المثقفين والمتعلمين جميعا، لأن سقطرة ولدت لحمة واحدة وستبقى بإذن الله، وسقطرة دائما تناشد
بقرار فخامة المشير عبد الرب مسرور، القرار الشجاع الذي أعطى لسقطرة أسوة بالمحافظات، أعلنها محافظة أسوة بالمحافظات وأعطاها حقوقها أسوة بالمحافظات الأخرى. ودائما أبناء سقطرة يبادلون الوفاء بالوفاء والصدق بالصدق والعرفان، واشتكروا العرفان لفخامة الرئيس الذي أعطى هذه المحافظة جل اهتمامه وتوجيهاته الصريحة والاعتناء بها جميعا، ووجه الحكومة بإعطاء جل الاهتمام لسقطرة في جميع مناحي الحياة وفي المشاريع التنموية. طبعا أبناء سقطرة أخي العزيز هم مع فخامة الرئيس ومع توجيهات الشرعية ومع توجيهات فخامة الرئيس المشير عبد الرب المنصور هذه، ولا يمكن أن يخرجوا قد أنمل عن ما يتوجه به الرئيس وضد أي مكون هو خارج عن أطار الشرعية وعن توجيهات الرئيس عبد الرب المنصور هذه. نعم جميل. ما تقييمكم للوجود الإماراتي في سقطرة ومدى تأثيره؟ طبعا الأخوة الإماراتيين هم موجودين في التحالف العربي، وجزء موجود في سقطرة هو في جانب التنمية، ونحن نتعامل معهم في هذا الجانب. ومعنا الأخوة برضو الأخوة السعوديين قوات الواجب في سقطرة، وهي إلى جانبنا في أمن واستقرار هذه المحافظة ومنع أي إجراء خارج الشرعية وخارج أطار الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الرب منصور هذه. نعم، يعني هل هنالك أيضا وجود لما يسمى الانتقالي الجنوبي، وما موقف المجتمع المحلي منه بالنظر للوضع في الجنوب؟ طبعا مشان نصدق القول، نعم الانتقالي موجود لكن ليس لديه أي تأثير على المجتمع السقطري، لكن موجود مكون من مكونات الجنوب في سقطرة. نعم جميل. الآن كيف يسير أداء السلطة المحلية في المحافظة، وهل يمكن القول أنها نجحت أو نجت من الوضع المنقسم الذي نعيشه يعني أو تعيشه معظم محافظات الجنوب؟ نعم أخي، المحافظة تعيش حالة من الاستقرار التنموي، الاستقرار النفسي في جميع المحافظة. ليس هناك انقسام بين أبناء المحافظة، وإنما نحن ننشد للتنمية التي هي سمات والتي يرغبها أبناء سقطرة. دائما نحن دائما ننشد السلام، ونحن محافظة مسالمة ولن ننقسم يوما، وليس هناك أي انقسامات مثل المحافظات الأخرى، وإنما نحن كل أبناء سقطرة هدفنا واحد، هو استقرار أمن وسلامة هذه المحافظة، وننشد دائما التنمية المستدامة لهذه المحافظة. ونحن طبعا الحكومة لها مشاريع، والأخوة الداعمين في برنامج إعمار وتنمية اليمن، والأخوة في مؤسسة خليفة، هناك برامج تنموية، كلنا نعيش هذه اللحظات بين مشاريع تنموية معتمدة من الحكومة والأخوة الداعمين. نعم، كل الشكر لك محافظ محافظة سقطرة السيد رمزي محروس. إذن أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى نهاية نصف ساعة سياسة، تنقلنا بين عدن وزيارة لوليسغارد وإلى الوضع الميداني في الضالع، وانتهينا في سقطرة. كل الشكر لكم، حلقة جديدة إن شاء الله غدا بأمان الله.